الوطنية. معنا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، يعني يحلل لنا هذا الموقف. أهلا 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 أستاذ يوسف، أهلا بحضرتك وسهلا. إزاي الصحة مشاهدين. كله تمام الحمد لله، ربنا يخليك. لازم مرة نلتقي في البرنامج، مش هتنفع اللقاءات السريعة لما بيبقى فيه لقاءات مهمة بحضور فخامة الرئيس. لازم اوعدنا باللقاء ان شاء الله. اشكرك. فيما يتعلق بوقف اطلاق النار، ويمكن ده للمره الثانيه اسف وانا اقول على التوالي، سنتين متتاليتين، السنه اللي فاتت كان في تثبيت لوقف اطلاق النار، والسنه دي وقف اطلاق النار والحيلوله دون المزيد من العدوان على قطاع غزه. كيف يرى استاذ احمد ناجي امحى الموقف، او بالادق القدرات المصريه في انها تنجح دائما في هذا الامر؟ ونيجي بعدها هيبقى لازم في عندنا سؤال، يعني هي هدنة ولكن هنعمل ايه في اللي جاي؟ طيب، هي الامر يرتبط في فلسفة الدولة المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي القضية الام بالنسبة للقضايا الاقليمية، وتأتي على رأس الاولويات دائما للسياسة الخارجية المصرية. يمكن الامر ده اتضح يا استاذ يوسف مع زيارة جو بايدن الأخيرة إلى المنطقة وقمة الرياض، ويمكن إحنا شفنا في المطالبات المستمرة سواء في كلمة فخامة الرئيس أو قمة القادة والزعماء والملوك والأمراء وأولياء العهد ودول رؤوس الوزراء اللي كانوا موجودين، إزاي أن الجميع أجمع على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والتي لها الأولوية، ويمكن ده اللي ركز عليه جو بايدن وسجله حرفيا خلف المتحدثين. الدولة المصرية شايفة هذه القضية هي القضية المحورية التي يتم على أساسها تغييب الأذهان والتجنيد والحشد على غير وعي حقيقي بأصول الصراع، ولكن الحشد المعنوي الذي يكون مشبعا بالعاطفة تجاه قضية هي قضية مصيرية لتحقيق الأمن القومي العربي. وبالتالي الدولة المصرية بتشوف هذه القضية المنبع الأصيل اللي بيتم من خلاله التجنيد لهذه التنظيمات الإرهابية، وأن في حل هذه القضية آلية آمنة لتحقيق الأمن من استمرار التجنيد لشباب المنطقة العربية على هذه الخلفية، بالإضافة إلى الفرص التي يمكن خلقها من تسوية الصراع العربي الإسرائيلي وفقا للمبادرة العربية ووفقا لقرارات الشرعية الدولية من فرص لتحقيق الأمن والاستقرار. ويمكن ده اتضح في ثبات الموقف المصري دائما الذي يطالب بحل هذه القضية على أساس الدولتين وعلى أساس القدس الشرقية عاصمة فلسطين وضمان حق العودة للاجئين إلى آخره من القرارات التي أقرتها الشرعية الدولية في هذا الشأن، وأهمها العودة إلى حدود 4 يونيو 1967. الخلفيات دي كلها بتقبع في ظل تفاعلات سواء داخلية في دولة إسرائيل أو تفاعلات إقليمية بالغة الخطورة أو تفاعلات دولية تزيد من حدة احتمالية تفجر هذه الأزمات. هذه الأزمات التي يمكن أن تتحول إلى مصدر للقلق الإقليمي ومصدر للإضطراب الإقليمي، كل ده بيقود في النهاية إلى نوع من أنواع عدم التوازن في العلاقات الدولية، ومن ثم عدم الاستقرار في إدارة ملفات السياسة الخارجية لكافة دول العالم. لا تستطيع أن تفصل الانتخابات الإسرائيلية القادمة عن هذا التصعيد أو هذه العملية التصعيدية التي جرت في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة. إسرائيل متذرعة أنها دخلت من أجل القبض على رؤوس حركة الجهاد، حركة المقاومة، وأنها استهدفتهم بهذه العملية التي استمرت إلى مدى 4 أيام وخلفت من ورائها 44 ضحية تقريبا. لما بنبص للعملية لازم أن احنا نعتبر هؤلاء شهداء، لأنهم شهداء لقضية عادلة، شهداء لقضية عادلة تعلي من الحقوق العربية على ما عداها من حقوق، وتعلي من شأن المواقف العربية الموحدة التي تجلت أخيرا. لكن يبقى أن كل هذه التفاعلات مع هذه القضية لم تغب عن صانع ومتخذ القرار المصري. يمكن لما كانش في متخذ القرار المصري استمرت جهود صناع القرار والأجهزة والمؤسسات الأمنية في الدولة المصرية في التعاطي مع هذه الأزمة ومحاولة تقريب وجهات النظر ومحاولة حلحلة الأزمة الداخلية في الداخل الفلسطيني بين الفصائل الفلسطينية طول الفترة من 2011 وحتى استعادة زمام الأمور للدولة المصرية في 2015.
عام 2015 كان عام حاسم جدا، لان في تم مره اخرى طرح المبادره العربيه، وتم ايضا المطالبه بتوحيد الجهود الدوليه من خلال الرؤيه المصريه الفرنسيه التي صيغت بعنايه شديده من اجل حل هذه القضيه على نحو عادل. الحقيقه ان لا ينبغي ان احنا نهدر من قيمه الدور المصري. لو لم تكن الدوله المصريه قد استعادت مؤسساتها واستعادت فعالياتها واستعادت قرارها في يد متخذ قرارها الذي يتمتع برؤيه استراتيجيه في التعامل مع هذه الازمه، ما كناش نقدر نمارس هذا الدور من التاثير، لان هذا الدور من التاثير في التفاعلات الاقليميه وبالتحديد على صعيد القضيه الفلسطينيه، هذا الامر يرتبط باستعاده الدوله المصريه لفعاليه سياساتها الخارجيه، ومن ثم القدره على التاثير على المواقف الدوليه والقدره على التاثير في اي ازمه من الازمات. يعني مصر ليها موقف مشرف طرحته بالامس بشان الازمه الصينيه التايوانيه، ويمكن طرحه فخامه الرئيس في زياره الكليه الحربيه. النهارده مصر في نفس الليله بتستطيع ان تتوصل الى اتفاق الهدنه وتدخله حيز التفعيل تماما كما فعلت في العام الماضي. ده بيدينا مؤشرات ان الدوله المصريه قادره ولها اليد الطوله على التفاعل مع ازمات الاقليم، وانها تتمتع بالترحيب من كافه القوى الاقليميه او الدوليه اللي بتدخل في صراع، لان مصر تتبع سياسه خارجيه تهدف الى تحقيق المكسب للجميع، وفي نفس الوقت مصر تحاول ان ترشد وتعقلل من التفاعلات الدوليه على طريق تحقيق السلام والاستقرار والتنميه، بعيدا عن اجواء الصراع والازمات التي تنتهجها بعض الدول كاليات للتعامل في سياساتها الخارجيه. طيب هنا ها ماشي كمل يا فندم. جاء الترحيب الدولي بالتحركات المصريه الاخيره، ويمكن الترحيب الدولي ده احنا ممكن نقسمه الى ترحيب الولايات المتحده الامريكيه باعتبارها القوه العظمى في العالم، ويمكن حضرتك اشرت في هذا الاطار الى كلمه الرئيس الامريكي جو بايدن الذي شكر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين رفيع المستوى الذين لعبوا دورا مركزيا في هذا الجهد الدبلوماسي. هنا اللي انا بقول لحضرتك عليه ان عندك متخذ قرار وعندك صناع قرار قادرين على التفاعل بقدر من المسؤوليه كبير وعاقل ورشداني مع مثل هذه الازمات. كذلك انك انت بتشوف الامين العام للامم المتحده انطونيو جوتيريتش وهو يرحب بالدور المصري ويثني على ما بذلته مصر من جهود بالتنسيق الوثيق مع الامم المتحده للمساعده في استعاده الهدوء في هذه البقعه الحساسه من العالم. بنشوف برضو المنسق الاممي الخاص بعمليه السلام في الشرق الاوسط تور وينسلند وهو بيتحدث عن دور مصر الحاسم في التوصل لهدنه وقف اطلاق النار في قطاع غزه بين حركه الجهاد الاسلامي ودوله اسرائيل، رغم ان الاوضاع ما زالت هشه، لكنه يثق كل الثقه في قدره الدوله المصريه على حمايه هذه الهدنه كما فعلت في السابق. وزاره الخارجيه الروسيه بالطبع رحبت بهذه الجهود للوساطه، واكدت على ترحيبها بالدور المصري الاصيل في الدفاع عن القضيه الفلسطينيه والوصول الى قرار وقف اطلاق النار بين الطرفين في قطاع غزه. الاطراف العربيه لم تكن بعيده عن هذا الشان، الطرف المباشر الطرف الفلسطيني يمكن على مستوى السيد الرئيس الفلسطيني فخامه الرئيس محمود عباس ابو مازن عبر عن شكره للجهود المصريه، وخاصه بالتحديد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما اعلن عن او قال يسمي المواقف فخامه الرئيس المتواصله لنصره الشعب الفلسطيني وقضيته العادله. في نفس السياق جاء تسمين رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي اللي هو عبر في بيان عن تقديره للمساله الحساسه والجهود الكبيره اللي بذلتها جمهوريه مصر العربيه لتحقيق الامن والاستقرار في هذا الاقليم. وزير الخارجيه الاردني اصلا ايضا السيد ايمن الصفدي قال اننا نرحب بالهدنه في غزه ونثمن على الدور المصري. الحقيقه ان الدور المصري هنا دور لاقى هذه الاشاده على هذا النحو، فهو يعبر عن توجه اصيل للدوله المصريه تجاه هذه القضيه، ويعبر كذلك عن المستقبل، المستقبل في هذا الاقليم لا يمكن ان تفصله عن التوصل الى الحل الدائم والشامل والعادل لهذه القضيه. وما لم تلتفت القوى العظمى في العالم الى ما طرحه الزعماء العرب في القمه التي انعقدت في الرياض من حتميه التدخل بعداله وبنزاهه في هذه القضيه لتحقيق الامن والاستقرار، اذا كانت ترغب في تحقيق الامن والاستقرار في هذا الاقليم طيب عليها بالضغط على كل الاطراف خاصه الطرف الاسرائيلي من اجل التوصل الى تسويه سلميه وعادله لهذا الصراع. طيب استاذ احمد دلوقتي حضرتك وانا
وأبائنا رحمة الله عليهم عاصرنا هذه القضية منذ الميلاد وما قبل ميلادنا حتى، وحتى ما قبل ميلاد الآباء. فكنا طول الوقت بنتكلم على حل عادل، وإنه على العالم أن يلتفت. الله يظن أستاذ أحمد ناجي أمحى أنه هو العالم ملتفت، لكنه في الآخر خالص لا يبالي، يعني ما هو عارف أنه في صراع مركزي في المنطقة وأن هذا الصراع يحتدمه دائما وأبدا. خلينا نحط الأمور، هل إحنا مصر عندها طرح شديد الوضوح لحل هذه القضية، قائم على مسألة حل الدولتين زي ما حضرتك ذكرت كده، قائم على مسألة العودة إلى حدود 4 يونيو 1967 على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. السؤال هنا هو إحنا منتظرين إيه من العالم اللي قاعد بيتفرج عمليا بقاله 124 سنة على مأساة بدأت من مؤتمر بازل حتى هذه اللحظة؟ يعني هو أنا ليه منتظر العالم؟ ده سؤال. السؤال الثاني، أما آن الأوان للجانب بتاع الكيان الصهيوني أن ينعم بسبتا هادئا؟ يعني هم مش عاوزين ينعموا بسبوت هادئة لسنين كثيرة قادمة؟ ما هو ده يتوقف على أهداف دولة إسرائيل ورؤيتها لنفسها في الإقليم، ولازم تربط ده بكل اللي حصل في الإقليم والتمهيد لكي تكون هذه هي الدولة الأكبر في الإقليم من خلال مخططات حاولت أن تقسم الدول العربية الكبيرة وتهدر مخدراتها وتفرق شعوبها على مدار السنوات الماضية. فده رؤية مرتبطة بأمن إسرائيل اللي بتضمنه القوى الأعظم في العالم الولايات المتحدة الأمريكية. لكن يبقى الأمر الأهم أن العالم عليه أن يلتفت أن مصالحه يمكن أن تهدد في هذا الإقليم، وده الأمر اللي لازم العالم ينتبه ليه. لن تظل الدول العربية تقف موقف ساكن، للدول العربية لديها قدرات ولديها إمكانيات ولديها ثروات يمكن أن تمثل تهديدا للعالم. هل تريد الدول العربية أن تستخدم هذا النوع من أوراق الضغط، ولا أنه من بعد 73 اتخذت الدول العربية قرارات بعدم استخدام أي أوراق ضغط على الجانب الأمريكي على سبيل المثال؟ يعني ما احنا من 73 ما شفناش ضغط. بص يا فندم، احنا بنتكلم ان احنا دول بتتفاعل بعقلانية وبرشادة. احنا العالم النهاردة أمام أزمة كبيرة جدا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. العالم كله مستوعب أنه يقدم بأوروبا، الولايات المتحدة تقدم بأوروبا على وحتى بنفسها على برد شديد قارس يمكن أن تعاني منه الشعوب الأوروبية حال استمرار تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية على النحو اللي هي موجودة عليه، مع احتمالات تمددها نتيجة المناوشات المستمرة مع الصين حول تايوان. حلو. إذن أنت تتحدث عن عالم يتدخل بقوة لحماية مصالحه ولحماية شركائه الاستراتيجيين. إذا كانت هناك نية صادقة وخالصة وعادلة للتعامل مع قضايا وحقوق الشعوب، ينبغي أن ينظر من كافة قوى العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على هذا النحو العادل من هذه القضية، لأن هذه القضية العرب متفقون عليها هذه المرة أنها قضية الأم، هي القضية التي تضمن تحقيق الأمال الأمريكية لتحقيق السلام في الإقليم ولتحقيق علاقات طبيعية في الإقليم. ولكن لا يمكن أن تصور أن يتم هذا الطرح قبل أن تتحقق على الأرض بالفعل سياسات عادلة من أجل ضمان حل. طب وهو إسرائيل هتعمل كده ليه؟ يعني على سبيل المثال العالم يخشى من شتاء قارس بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بس بالمناسبة لأنه عارف أنه كافة الأطراف مستعدة تبذل الغالي والنفيس عشان كل واحد يحصل على مكتسباته، بس في اللي بيحصل عندنا هنا بقى في منطقة الشرق الأوسط، علما بأنه من الوارد أن تكون هناك يعني أكثر من فصل صيف يتحول إلى جهنم لو الأمور ازداد واحتدمت الأمور أكتر من كده، لكن العالم عارف أن الأطراف المتصارعة مش مستعدة طول الوقت تبذل الغالي والنفيس. يعني الصهاينة مستعدين يعملوا أي حاجة، إحنا لا نحرك السواكن، يعني إحنا كمجتمع عربي لا نحرك سواكن، إحنا بنقف متفرجين طول الوقت أو نجلب ونندد ومنتظرين واشنطن تحل، باستثناء أنا أراه وحيدا القاهرة على رأي محمود درويش، خيمتنا الأخيرة كان بيقصد بها بيروت، لو هو عايش هيقولك قلعتنا الأخيرة القاهرة. طيب لو حضرتك شفت الدور المصري في الطرح العربي في قمة الرياض الأخيرة،
وارتباط هذه القضية بالأولوية الأولى التي تحدث عنها جميع الزعماء العرب في هذه القمة. هنا لازم تفهم التأثير المصري على باقي الأطراف العربية لكي يوصلوا رسالة بصوت واحد للولايات المتحدة الأمريكية أنه حان الوقت لكي تتخلى عن رعاية إسرائيل. حضرتك بتقول لي إسرائيل ممكن تتنازل، إسرائيل ممكن تتنازل إذا لمست بالفعل تغيرا في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت طوال العقود الماضية على أمرين رئيسين، الأمر الأول يتعلق بضمان أمن وسلامة دولة إسرائيل، الأمر الآخر يتعلق بضمان استمرار توريد النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث ضمان استمرار توريد النفط للولايات المتحدة الأمريكية. الأمرين دول أمرين في غاية الخطورة. النهاردة أنت بتتصاعد قيمتك في ظل اكتشافات الغاز في الإقليم وبالتحديد في الدولة المصرية، وتحول القاهرة إلى عاصمة للغاز في الإقليم، وعاصمة ترعى بصورة توافقية وصورة تضامنية في إطار تحقيق مبدأ المكسب للجميع من تأسيس منتدى الشرق الأوسط للغاز ومقر القاهرة بهدف توسيع المصالح وتربيط المصالح بين كافة الأطراف الإقليمية. إذا كانت هناك رغبة جادة لاستمرار مثل هذه المشروعات التعاونية لضمان التنمية المستدامة في الإقليم، لابد الولايات المتحدة الأمريكية أن تتفهم أنه حان عليها الوقت أن تعدل في استراتيجياتها. لا يوجد أي تهديد لدولة إسرائيل أكثر مما يتم ممارسته على الأرض، لأن هذا الأمر إذا استمر على هذا النحو سيستمر في تفريغ المزيد من العناصر طبعاً. يعني الممحى عقلها، ويصبح الكل خاسر في هذه المعادلة. هيصبح الكل خاسر في مثل هذه المعادلة. بالضبط. هذا الحديث يجب أن يستمر، لازم نقعد ونناقش القصة دي أو نناقش هذه الديلما إذا صح التعبير على المائدة اللي مش مستديرة. أرجوك، أنا بشكرك مرة تانية الكاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أحمد ناجي أمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. معلش عذر إحنا طولنا في القصة، بس ده إيمانا من أنه هو قضيتنا المركزية في المنطقة هي قضية الصراع العربي الصهيوني. لو القصة دي اتحلت، انت مش متصور كم الحاجات اللي هتحل تباعا في المنطقة بالكامل. القصة مش قضية بس الامن القومي العربي، ده قضية الاقليم على اتساعه، مش من المحيط للخليج فقط لا غير. لا، ما قد تسميه امريكا شرق اوسط كبير بتسمياتها هي حرة، لكن الاقليم في شكل اكثر من الاتساع ان اردنا بالدول المحيطة بالمنطقة العربية، الامور هتبقى اهدى كتير جدا جدا جدا. الحدق يفهم.